يعطيكم ألف عافية. اليوم إن شاء الله رح نعمل مع بعض معمول الطحين. بهاي الوصفة أنا استخدمت الحليب المكثف المحلى، طبعا للصبايا المبتدئين بشغل المعمول أنا بنصحكم بهاي الوصفة. لما نزلت على موقعي كانت نسبة النجاح فيها عالية من قبل الصبايا اللي طبقوها، وصفة يعني بمعنى الكلمة هشة. بتمنى أنها تعجبكم، تابعوا الفيديو لأن ذكرت فيه كل التفاصيل اللي كنت تسألوني إياها. رح نبلش هلا نحكي عن المقادير. رح احتاج بهاي الوصفة 3/4 علبة الحليب المكثف المحلى، رح نحتاج 1 كيلو طحين. طبعا رح نستخدم الأكواب المعيارية بهاي الوصفة على طلبكم، حجم الكوب المعياري 240 مل. رح نحتاج سمنة 400 جرام، في حال مش متوفرة السمنة ممكن تستخدم الزبدة. 3/4 الكاسة زيت ذرة. كمان رح نستخدم المنكهات اللي هي عبارة عن المستكة والمحلب. هلا هون رح نبلش بخطوات العمل. زي ما حكيت لكم رح أعير الطحين في الأكواب المعيارية. عمل عندي 7 أكواب معيارية مليانة، تمام، حجم الكوب المعياري 240 مل. في حال مش متوفر عندك الكوب المعياري استخدمي كاسة حجمها 250 مل. من هاي الكاسة عمل عندي للكيلو 5 كاسات، تمام. هلا هون أنا المستكة طحنتها مع السكر، رح نحتاج نص معلقة صغيرة مستكة، نص معلقة صغيرة محلب كمان هون طحنته، ونص معلقة صغيرة بيكنج باودر. هيك بتكون عندنا النواشف صارت جاهزة. هلا هون السمنة أنا سيحتها على الغاز تقريبا، هون رح تستخدميها تكون دافية، تمام، مش سخنة. رح أعير لكم إياها في الأكواب المعيارية. عملت عندي 400 جرام كاستين من الأكواب المعيارية، حجم الكاسة زي ما حكيت لكم 240 مل. هيك بالنسبة للسمنة، طبعا هون رح أحتاج 3/4 الكوب زيت ذرة. طبعا في البداية أنا رح أحط نص المقدار، طبعا في الوصفة هاي احتاجت المقدار كامل بس أنا حبيت أتأكد إنه الطحين ما يكون فيه إشي زيادة، بس هو أخذ الوصفة تمام، يعني مقدار الطحين الكيلو أخذ 400 جرام سمنة مع 3/4 الكاسة زيت ذرة. طبعا أنا بحرك فيهم حسيت أنه لسه الطحين هون عنا ناشف فحطيت الكمية كلها، وبهيك بكون عنا أول خطوة صارت جاهزة. طبعا بتحاولي تلمي العجينة الطحين مع السمنة حتى يوصل يعني توصل السمنة لكل الطحين، ما يضل عندك أي إشي ناشف. طبعا ملمسها بيكون جدا ناعم زي ملمس الغريبة. بجد هاي الوصفة رائعة، يعني طعمها وهشاشتها بجد بنصحكم فيها. الحليب المكثف هون أنا رح أعير لكم إياه في الكوب المعياري، تقريبا أخذ مني كاسة، طبعا أخذ مني كوب معياري، حجم الكوب زي ما حكيت لكم 240 مل. هون رح نحتاج 3/4 علبة الحليب المكثف. هلا هون رح نبلش بلم العجينة. طبعا رح أحكي ملاحظة مهمة هون، أنا الوصفة عملتها بالشتاء، تمام، في حال عملتيها بالصيف لما تيجي تحط الحليب المكثف مع السمنة قبل ما تحط المي دخليها الثلاجة تقريبا نص ساعة حتى تكون جامدة معاكي وما تغلبك وقت العجن. هلا هون رح نبلش في الخطوة البعديها اللي هي العجن. رح نحتاج 3/4 الكاسة مي، طبعا رح أحط مع المي معلقتين ماء زهر، طبعا ممكن تحطي أكثر حسب الرغبة بس معلقتين طلع تمام. رح أحط نص المقدار مي ورح أبلش في العجن فيها. لازم تحط المية أفضل، يعني في صبايا يستغنوا عن المي، لا هو الأفضل إنك تحطي المية. طبعا هون أنا رح أحتاج زي ما حكيت لكم الكاسة كاملة، 3/4 الكاسة مية. هلا هون أنا رح أتركها، طبعا بعد ما نخلص العجن رح نتركها ساعة ترتاح، لأنه بالشتاء أنا تركتها ترتاح زي ما حكيت لكم أخذت مني الكاسة كاملة 3/4 الكاسة مي، لأنه بالشتاء تركتها ترتاح برا. في حال الصيف تتركيها ترتاح بالثلاجة، والأفضل إنك تتركيها ساعتين ترتاح بالثلاجة حتى ما تغلبك بالتشكيل.
هلا هون انا بحطها بصحن، طبعا هيك شكلها بيكون النهائي، وبغطي عليها وزي ما حكيت لكم بتركها ترتاح ساعة. هلا هون رح احكي لكم عن التمر. قبل ما نحكي عن التمر رح احكي لكم عن اختبار بسيط بعمله حتى اتاكد انه عجينتي تمام. باخذ قطعة منها وبحطها في القالب، في حال طلعت من القالب يعني بتكون انه العجينة لا محتاجة مي ولا محتاجة طحين وما تركت اي اثر في القالب، فامور العجينة تمام. يعني التزموا في المقادير وان شاء الله بتعطيكي نفس النتيجة اللي طلعت معايا. هلا بالنسبة للتمر، انا طريقة تحضير التمر رح احط لكم اياها اسفل الفيديو، نفسها اللي استخدمتها في الكعك الفلسطيني، الفيديو اللي السابق لهذا الفيديو، فان شاء الله بحط لكم اياه اسفل الفيديو. هون البهارات المهمه قرفه، شومر وينسون، ورشه صغيره من جوزه الطيب، طبعا مع معلقتين سمنه، عجنتهم مع بعض. هلا هون بعد ما ارتاحت عنا العجينه ساعه راح نبلش نقطع فيها. طبعا ما احكي لكم شغلها بجد بجنن، يعني ما غلبتني ابدا بالتشكيل. زي ما حكيت لك في حال كنتي بالصيف بفضل انك تتركيها ساعتين بالثلاجة وبعدها اشتغلي فيها حتى ما تغلبك بالتشكيل وحتى ما انها تلزق في القالب. في حال انها لزقت معك في القالب، يا اما بترشي رشة طحين بالقالب وبعد ما تخلصي، او ممكن بعد ما تخلصي تكويرها تدخليها الثلاجة بعدين تحطيها بالقالب. هذا بالنسبة اذا اشتغلتيها بالصيف. وبهيك عنا صارت عنا المعمول جاهز. هلا رح احكي لكم عن طريقة الخبز. الخبز هون بالنسبة للفرن رح يكون على درجة حرارة 200. رح نبلش من فوق زي ما انتم شايفين، رح نبلش من فوق. اول ما ياخذ الوجه لون ببلش التحمير من تحت حتى تحافظ على شكل الرسمة. طبعا التحمير ذوق شخصي، يعني انا ما بحبها كثير محمرين. هذا اللون اللي طلع معي. طبعا ما احكي لكم يعني وصفة، بتمنى انها تعجبكم وبتمنى من الصبايا اللي يطبقوها انكم تنشروها عنا على الجروب. وبتمنى اني كمان شرحتها لاني حاولت اذكر فيها كل التفاصيل. واذا عجبكم الفيديو ما تنسوا اللايك للفيديو والاشتراك بقناتي، ويعطيكم الف عافية.